يكون حاضرا اساسيا في هذه الليله، بل ان الماركه قالت بان الام اس جي ستكون حاضره في جنوب اسبانيا، تحديدا في غرناطه هنا في النويفا لوس كارمنس، ملعبي غرناطه لهذه المباراه. لكن فالفيردي ارنستو يقرر امرا مخالفا لرغبات الكل، بل لرغبه كره القدم. لكن نعم، مثل ما قال الكابتن طارق ذياب، إن لم يستطع برشلونة أن ينتصر على غرناطة بعدم وجود ميسي بهذه الأسماء، تخيل بأن لديك سواريز وغريزمان وراكيتيتش وفرانكي ديونغ، بيكي، لونغلي، سيميدو، تريشتيغن، اليوم نشاهد أيضا جونيور فيربا وكذلك كارلوس بيريز. هذه تشكيلة فالفيردي، إن لم تستطع نعم أن تنتصر على غرناطة بهذه الأسماء، فكيف نقول بأنك فريق كبير؟ هل ينتصر للمظلية؟ والبداية، والبداية للهدف الأول، الله، كل الأمور تبرهن على أن برشلونة خارج الديار لا يطمئن، لا يقدم المطلوب. عند الدقيقة الأولى والثانية يسجل في مرمى تير شتيغن، نعم هنا المشاكل. رامون عزيز خارج دياره أمام إسبانيول بثلاثية نظيفة، كرة في الجهة اليمنى، كارلوس بيريز يلعب الكرة العرضية، وصل أمامية كارلوس بيريز لسيرجيو روبرتو، خطأ موجود، نعم خطأ في وسط ملعب غرناطة، هنا سقوط برشلونة. أعتقد أفضل بكثير الأسماء الموجودة على مستوى كرة منقولة خطيرة لمصلحة برشلونة للتعديل، لكن أو لمصلحة غرناطة، كرة عالية خطيرة، وصل سولدادو يورتاس، يمر خطير جدا، غرناطة يبحثون عن الهدف الثاني، لكن الكرة بعد ذلك يتدخل من خلالها لدينا تير شتيغن، تتحول إلى ركلة زاوية لمصلحة غرناطة. شوف بعينه، ويبدو بأن برشلونة مصاب بالعين خارج الديار. كرة في وسط الملعب، رمية جانبية، سيلفا، ولا زال لويس سواريز يقع على أو واقع على أرضية ال، لكن يأتي الحل الآن عن طريق هذا الهولندي، ينقل الكرة في الجهة اليمنى، سقوط في أرضية الملعب في مكان خطير للغاية، وفرانكي ديونغ اللي قال كلام والله بعد علاج عينه، لكن الكرة تستطيع تعود تسديدة بعيدة إلى خارج أرضية الملعب، وقبل ذلك كان هناك خطأ على سواريز وبطاقة صفراء، نعم يتلقاها في الليغا في خمس جولات، يعني أمر لا ما يمكن في الجهة اليمنى بصورة ممتازة، واعتقد ربما افضل لاعبي برشلونة. هنا الكرة العرضية المبعدة، سيميدو يحاول والتدخل في الجهة اليسرى، ثاني الاهداف، لكن بيكي يتدخل ويبعد الكرة، نعم ولا محاولة لمصلحة برشلونة، لكن ما ذكرت مشكلة هنا، لدينا كرة خطيرة وصلت الى تير شتيغن.